شوية معننة. ايه؟ شوية. ومعايا واد كمان. كمان. بقول لك ايه؟ الراجل الكبير. الراجل الكبير مين؟ ناموس. مال؟ متكيف منك قوي. كل يوم في العالة يا عم، وكل يوم وماشية معاك حلاوة طحنية. تحريت ايه ومشي ايه؟ ما انتوا مش راضيين تفتحوا مخكم معايا. بجيب لكم في اليوم دلوقتي 50 60 جنيه، ولا بنشوف حاجة. الله 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 الله، انت هتفجر بقى ولا ايه؟ خليك عاقل، ما تبقاش طماع. انت يومياتك النهارده وصلت 13 14 جنيه في اليوم، عمر جد جدك ما شمهم. ما ينفعوش يا خليل. بقول لك ايه، ورانا مصاريف كتيرة وراجل عمال يزودك كل يوم، ما تبقاش نصيبك النهارده. 14 جنيه؟ مالهم 14 جنيه؟ مالهم؟ انت كنت بتشوف الريال توقع يا راجل، على رأي المثل. كان فجر وطلع لبره. هات هات يا سيدي، احنا قلنا حاجة. هات اشرب يا حسنين وطلع من مناخيرك. من يد ما انا اعدمها يا جزمي. صارمة؟ ايه؟ قلنا صارمة. انا اسمي صارمة يا سيدي. ما فرقش كتير، وريني والله ما تفرق كتير، حتى الجزمة احسن. امسك يا بلغة. يا ربنا يكرمك، يا ربنا يخليكم، يا ربنا يكرمك. على قد ما تديني ربنا يديك 10 مرات. تديني جنيه ربنا يديك 10 جنيه. تديني 10 جنيه ربنا يديك 100 جنيه. تديني 100 جنيه ربنا يديك 1000 جنيه. تديني 1000 ربنا يديك 10000 جنيه. إلهي ربنا يكرمكم، ربنا ما يحرمكم من نظركم. إلهي ربنا يكرمك يا سيد. فوت قدامي. اهدي. ايه يا جدع انت؟ بقول لك فوت قدامي. افوت قدامك في ايه؟ ما سيبنا شيف شغلي. شغل مين يا متسول؟ ايه متسول دي؟ انت بتغلط ليه؟ سيبنا يا جدع اشوف اكل عيش. اكل العيش متسول؟ وانت مالك انت؟ اتسول زي ما انا عايز. ليه الحقد دي؟ عايز تتسول ما تتسول. كلم الحكومه يا متسول. حكومه؟ حكومة ايه؟ انت مين؟ مش عارف انا مين؟ انا بوليس اروح والدك، وقدام على العربية اللي جرك من الاول. الله، وهتاخدني ليه بقى؟ هما مش بيصرفوك؟ اخلص. انت مش بتاخد قبيض؟ لو قلت كلمة تاني زي دي هعمل لك قضية غيرك. ده بينها جد. يا خليل يا غبي يا هموش. خش قدامي. اطلع فوق. اهلا. خش يا اخويا خش. اهلا. خش. الله، انت هنا؟ ايوه. امال يعني خليل الغبي وهموش بيقولوا انهم بيرشوا؟ دول كدابين، انت بتصدقهم؟ كدابين؟ هيعملوا فينا ايه؟ هيعملوا فينا ايه؟ الحمد لله على السلامة يا خليل يا غبي. سلامة. ايه؟ مالك بتنفخ ليه؟ حملة. حملة؟ خدوا 5 من رجالتنا. ايه دي الحملات؟ أمال كانوا فين النضر جاية بتوعنا؟ كل واحد بيسلك نفسه لرزقه. ادي النحس. يظني ان ده موسم، وكل ده من كلام الجرايد. كل يوم ملهمش شغل غيرنا، كل يوم يقولك امنعوا المتسولين من اجل السياحة والسواح. كل خربوا بيتنا. خلاص خلاص، معلش، خد فلوس وروح ادفع لكل واحد كمالته. اتفضل. تشكر شاوشني. روح يا شيخ، ربنا يخلي لك امك واولادك. قوم يا ولد، قوم امسك. خد البرشامه دي وانت هتبقى فل الفل. امسك يا ولد. الحمد لله، كتر خيرك. انا مش عارف من غيرك كنت عملت ايه. يا راجل ما تقولش كده، ربنا يديك الصحه انت بس. هو صحي الواحد دلوقتي زي ما يكون بني ادم. زي ما يكون ايه؟ بني ادم. امال انت ايه يا ولد؟ جاموسي؟ ده انت بني ادم ونص. اللي مبوظ الدنيا انك انت تكسب مهما تكسب وما بتغذيش روح، ما بتبرش نفسك يا جزمه. صارمة. ايه؟ صارمة، اسمي صارمة. بقى بتموت وزعلان قوي عشان خاطر غلطنا في الجزمة والصارمة؟ انما انت اختك اسمها ايه؟ شبشب؟ ما بنخاف نصرف، ده نسحب بحق وحقيقي. وخايفين من ايه؟ ما كلها اشحات. يا اخوانا انتوا مهما صرفتم على نفسكم مفيش خوف. الارزاق بيد الله والرزاق موجود. كلامك حلو قوي، واحنا نعيش مرتين. مش كده؟ حسيبهم لمين يا عباد؟ صارمة. ايه؟ صارمة. حاسبهم يعني في صفايح كده الحكومة زي ما بنسمع يا صندل؟ صارمة. خلاص يا اخي. الله، ما احنا برضه ما بيدخلناش كتير، كفاية الفردة اللي بياخدها هموش اللي معاه.
ايوه يا جدع، مستغلين اخر استغلال. وشوفهم ادي احنا مرمين رميه الكلاب ولا حد سال عننا. على قولك. طيب طيب، ليه كلام تاني معاهم ولاد الابلسه؟ كلها ليلتين في الحجز يا حسنين. كم؟ ليلتين. ليلتين يا حزن الحزن. طيب 6.5 جنيه، 7 جنيه و20 قرش، وشيل بقشيش. ها برضه مش هتاكلي حاجه يا مدموزيل؟ لا مش واكله، انا مستنيه واحد. طيب ما جاش ليه؟ هو مش بيجي كل يوم يا اسمكيه؟ هو مين ده؟ الاستاذ ده اللي دفع لي الحساب امبارح. لا يا ست ما بيجيش كل يوم، ده بيجي ايام ايام. دي وقعت ايه دي بس؟ انا عايزه اديله الفلوس اللي دفعها لي. القعاده على الترابيزه معناها الاكل يا مزمزيل. طب خلاص روح هات لي واحد كريم كراميل. الله، انت هتحلي قبل ما تتغدي؟ انا حره يا اخي. طيب طيب اسمع. ايه اسمع يا اسمك ايه؟ نعم. هو ال الكريم كراميل ده بكام عندكم؟ ب50 قرش. الواحد؟ لا النص. طب هات لي نص، اصل انا عامله رجيم، قالوا لي ما تاكليش سلطه ولا لحمه ولا اي حاجه اكتر من 50 قرش. يا ترى انت فين يا اسمك ايه اللي دفعت لي الحساب؟ الافراج وصل يا معنانا. خش تعالوا فرحين، بدكم خيمه ما كده بتوع كلكم. انت ليك وش تتكلم يا ساموش انت؟ اخلص يا ما تكلمش المعنانة بالطريقه دي. انت اللي تخرس يا غبي. محدش ما بيهنك. ما تقولش واد، ما تيجي تاخد لك انا مين؟ مش دلوقتي. الله 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 الله، ده انت فارد صدرك قوي. قعدتوا تنيمونا وتسرحوا بيني وتقولوا ان كنتوا حاميني وحاطين الكل في جيوبكم واحنا متخفينا صدقناكم. الواد لازم يتقدم يا معلم. بس اسكت يا بغل، حد يبقى بغل كده واسمه عزيزه يا كلب. سيبه سيبه، تمام كان برضه ابننا وتلميذنا. تلميذ الندامي، تلميذ شغلانه سافله بنت 60 كلب. حق علينا اللي علمناك الشغله، وبقى عندك صنعة محترمة تاكل منها عيش بعد ما كنت صايع. دي شغلة محترمة دي؟ ده الحرامية أحسن مننا. على الأقل الحرامي بيسرق عينه عينك ومعروف إنه حرامي، لكن إحنا بنسرق الناس بسم الله، بنقول لله علشان نطلع اللي في جيوب الخلق. والله بريء مني ومنكم يا حوش. اللهم طولك يا روح. خلاصة الكلام إيه دلوقتي؟ خلاصة الكلام بدل ما اعترفت إنكم حرامية ولا 60 كلب يبقى ناخد حقنة. ما انت بتلهب تلت اللي بتجيبه دلوقتي يا ابني. ايه هتلهب التلت ده يا غبي؟ تديه لامك. امي انا ما بتكلمش عن نفسي وبس، انا بتكلم نيابه عن كافه الشحاتين المحترفين زمايلي، وانني اليوم لابد. اوعى يا ولد. سيبوه. أنا بقى أدي التلت لأمي. ويبقى سلم لي عليه. هاتوا. والسلام أمانة يا غبي. أوه.